How'd you do it, Gary? Why not? I won! I tricked everyone! Alright, one question. How are we gonna stop a load of kids from beating the crap out of each other? It's America! We go in there with threats and bribes until we get what we want. If all else fails, we beat the crap out of everyone. That's why I brought along backup. Russell likes to hurt people for peace. الله عليك يا راسل الحكيم. Cool. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من لعبة بولي. وكالعادة أشكركم على دعمكم ونصايحكم في الكومنتات، وفي نصايح مهمة راح أتطرق لها بعد شوي. لكن مثل ما تشوفون الهيلث يا الرب، نسيت ما أشرب لي بيبسي ولا شيء من الجلد اللي صار في نهاية الحلقة الماضية، هي يوم تضاربنا مع رئيس العصابة حق المصانع أو المدينة هذه الجديدة اللي انفتحت على اليمين. ما شاء الله في 3 مشينات هناك. طبعا أحد النصايح جاني يقول لي حرف الاتش، ما أدري بس كان في حرف اتش موجود هنا بعد الساعة 4 مساء تقريبا، كاتب لي في الكومنت انه يظهر لي العلامة في هذا المكان اللي هو عند الباص، كنا نجمع الراديو ونقابل الشايب عشان يعلمنا مهارات جديدة. طبعا أنا صراحة حريص على هذا الشيء من بداية السلسلة، لو تذكرون الحلقة الثالثة والرابعة كنت مجمع الراديو بس عشان والله وقت النوم يولد خلنا ننام لعل حرف الاتش يظهر لنا ونصير نكتسب. الظاهر ان هذا اخر راديو في السلسلة او في اللعبة، لسه ما ظهر لنا اي شيء. خلنا نشوف، لو ظهر لنا بنروح. ها ايش جابهم الخضر هذا لهنا؟ اما اخضر واخضر يتجلدون. لا دقيقة، هذا الاخضر في نوعين من الاخضر، توني انتبه هذا الشيء. لا لا هذا 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 جديد، هذا اول مرة اشوفه. شيت شوف هلفه والله جلده، ما انت بهين يدب. وش نسوي؟ ايديت يقول غبي، هذا وش يسوي له؟ ايه شوف الاصابه هذا، والله امورنا طيبه صارت معهم. هذا الظاهر بعد ما جالدنا مع البوس حقهم. يا اخي هذا الشيء الحلو في هذا توه طالع من ضرابه. شوف كيف الخوف، شوف كيف تغيرت ملامح وجهه، سبحان الله. يستقوي على الضعيف هذاك جوه اللي يعلمونه الادب. امشي امشي الدب، امشي امشي قبل لا يجلدونا. اقول خلينا نركب الباص قبل لا نندود احنا بعد. خربيت ربشني، مع ان في 3 نجوم هناك والمشنات كلها هناك، بس وات الثلاث مشنات كانت في الليل، بس من الربشه جابني المدرسه الله وكيلك. طبعا حاليا انا مطرود من المدرسه، ما احتاج اقول لكم، شفتوا الحلقه الماضيه فما راح تظهر لي اي كلاسات ولا اقدر اسوي اي شيء في المدرسه الظاهر لين ما نحل مشكلتنا مع رئيس العصابه هذا. طيب يا شباب، جيت الى مكان المشن في هذا المكان، النجمة الوحيدة اللي ظهرت لي في الماب كامل. مثل ما قلت لكم، الحين اعترف لنا رئيس عصابة هذه المنطقة انه كان قاري يلعب عليه مثل ما كان يلعب علينا عشان يسيطر على المدرسة. ونهاية الحلقة الأخيرة. What the hell are you doing here? Looking for you, Zoe. I think I'm in love. Don't be ridiculous. Haven't you heard? Heard what, my love? The school has what? Broken out into a massive fight. Every gang and faction is fighting each other. What? Yeah. Oh man, I gotta go. How am I gonna deal with this? I'm gonna need some serious backup. Where's Russell? Where's your buddy Edgar? Russell has been holed up in the Wonder Meat slaughterhouse, hiding from the cops. He's worried about going to prison after stealing that bike. Russell can comprehend prison? Wow. Look, I'll see you later. Well, what about love? It'll have to wait, Zoe. Duty calls. طيب يا شباب، بنروح بنشوف ندور راسل. زابن الظاهر في اللايت هاوس قالت، لا في مكان هنا. الشرطة كانت لاحقة مثل ما شفتوا، فجر المكان وعلى طول الشرطة جت فتح لنا البوابة جزاه الله خير. فالحين بنروح نساعدها بالخروج والتخفي. تقولنا فيه العصابات يتجالدون بينهم البين. دقيقة، وش الشرطة ذا؟ وش البلاوي هذه؟ البوابة اللي كسرها راسل. وات، ساعد راسل. شوف المشنات ما تقول لك لو دخلت هنا. اوكي نساعده بالجلد يعني؟ مستحيل يا اخي. انا ايش جابني عند الشرطه يا ربع؟ الاكس بعيد هناك. هذا التحري في المكان فما يخصه. راسل وين راسل؟ راسل الظاهر انه من داخل، لازم نجيه من داخل. اي والله. طيب نحاول نتخفى عشان نجيب العيد ونعيد المشن مليون مره. اساسا ما يشوفني. طيب ما في مكان من هنا يا حبيبي، ما في الا اجيب سيكلك ودرع. عاد معي السيكل البطيء هذا ابو حفاظه ورا.
السلام عليكم. اوكي بس ممنوع اني اوقف عندهم، بس اقدر ادخل. وين حابسين الرسل؟ اوكي ما حد شاف. كيف زابن هنا يا رسل؟ تستهبل؟ اسكيب اوتو. تعال تعال يا رسل، بربي شيء يا رسل مسكين من الهموم. تعال انا في دراسك، تعال. اجلدك الشرطة كلهم يعني ولا كيف؟ وات؟ وين ركض هذا؟ شوف شفت الماب انا. خربيت النحشة يا رسل. الله يا اخي من سرعة رسل قلت ما بلحقه. انا شفت غبار بس في الخريطة فوق. يا الربع اسمع صوت دراجة. معقولة سواها؟ يا رسل انا جيت ساعدك، ما انت اللي احتاج مساعدتك الحين. الله عليك يا رسل، الله الله كيف خباني. يا ويلكم والله، ثانك يو. انت الحين يقول احتاجك مساعدة في المدرسة الظاهر. عصابات كلهم يتجالدون. Hey Jim, this is your turf. What the hell's going on? The whole place has gone mental. Yeah, it's your old friend Gary. He's the one causing all the trouble. The kid's a complete psycho and now he's got the teachers and prefects on his side. So? So, we run in there, try to stop the fighting and find a way to deal with Gary. All right, one question. How are we gonna stop a load of kids from beating the crap out of each other? It's America. We go in there with threats and bribes until we get what we want. If all else fails, we beat the crap out of everyone. That's why I brought along backup. Russell likes to hurt people for peace. الله عليك يا رسل حكيم. Cool. Then it's a plan. Cool. كذا أعطاها. Damn! They're locked. Don't worry, Russell will get it. لعباته الأبواب مسكرة. يا رسل يا رسل. اوكي فاكشن ليدر مسكرين أبواب المدرسة والعصابات كلهم يتجالدون، فيقولون حتى لو أهم شيء العصابة البرتغالية معنا. رسل وش يسوي؟ يا رسل مسك الدب هذا اللي كان يغلط علينا هنا في هذا الماضي. يا ساتر. دقيقة، أنا تعرفون وش وظيفتي صح؟ تصوير. أوف أوف أوف، شفت الأزرق اللي ينجلد؟ أقسم بالله هذه اللقطة اللي أنتظرها. أيوه كفو أنا أشهد، كفو أنا أشهد. هذا الدب اللي كنت أصوره من ذيك الأيام أصلا. أجلده تكفى، أجلده أجلده تكفى، عصر ظهره لين ما يطقطق آخر عظمة فيه. كفو وانا اشهد. يا ولد وينك انت من زمان؟ ورسل بعد بيدرد الظاهر. ايوه ايوه هذا نهايتك، هذا نهايتك. تستقوي علي ها؟ خذ لك رفسه بعد مره ثانيه، مره ثانيه عندك اياه. يا اخي اقسم بالله انه كفو هذا. شيت يا الرب. طيب خلنا نروح نشوف المشن عشان لا والله بدي اجلس اتفرج بس عشان مدة الحلقة خلنا ننجز. اوكي الحين هذا سكن الطالبات الظاهر. جينا كان مطلوب مني شيء بس ما ركزت. شيت وربي دمرت المدرسة كلها. كفو يا رسل. رسل ماسك اثنين وانا هذا الاهبل علي. لا تضرب رسل من بعيد يا وصل. لا تباها كذا. ابشر عندك اياها يا رسل. جلد له هذاك. ايوه
تعال يا راسل، هلثة نقص شوي يا راسل، بدي أعطيك حبة بيبسي والله. تعال دقيقة، في شرطة برا الظاهر مسكرة الأبواب عليهم. تعال يا راسل لا تنقص هلثك هنا، تعال. شيت المدرسة أقسم بالله. أحس أني حطيت كلمة سر كذا زي حق جراند وخربت أول مدرسة. هذا ما كان انجلد برا قبل شوي. الحين كل ساعة نجي نطالب مساعدتهم يرفضون. كله لا لا لا، عطني هذا تكفى. انت عطني هذا يا راسل، راسل عطني هذا تكفى. ايوه عطني هذا يا اخي، خلي لي اياه هذاك يا راسل تكفى. هذا اقسم بالله انا قلبي مليان عليه. تعال 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 انت، تعال خلي لي اياها يا راسل، خلي لي اياها، خلي لي اياها يا راسل، خلي لي اياها، خلي لي اياها، خلي لي اياها يا راسل تكفى. خله خلصنا من عصابتين الحين، السود والزرق ما حد منهم طاع يساعدنا ضد قاري. طيب قاري من اللي معه؟ ايه هاريجن هاوس، هذا الاثرياء. خلنا ندخل عند البوس حقهم او رئيس عصابتهم ونطلب. اوه تعرفون تحطها. ايه تحسبني نسيت. تعال تعال لابس لي، اخرب بيتك. هذا له حق المصارعة على اساس انه خربيته دوج قديم. والله ما راح استخدم اسلحة عليك. مالي مالي مالي، هو الانتقام كذا يا شباب، لازم اول شيء في البداية تخليه يجلدك، عرفت؟ عشان تنشحن اكثر. عشان تنشحن اكثر عرفت. هذا لازم يسوي عليه كومبو. لا لا لا. راسل خلص على هذا لك، جاني والله، جاني في وقته بيني وبينك. خلي خلي يا راسل، كنت مجلد اصلا، كنت مجلد يا راسل اصلا حتى لو ما جيت. شوف هلثي بس. تعال يا راسل رب جابك، ماشي ببزه هنا ولا هنا؟ تكفى الله، بغينا نسود الوجه بس الحمد لله ربك ستر علينا. راسل تكفى حب على خشمك، مسكين انجلد اقسم بالله. تعال انا افدى راسك، تعال والله اني دريت من بداية السلسلة انه وحش. تعال هنا يا راسل، هلتك مهو بناقص. اخر مشن، اخر مشن، تعال يا راسل تكفى، اصمل معي تكفى. الخضر شوف الهبلان هذا، يوم تطردني يا المدير استاهل كل اللي يصير لك. او انه خطة قاري اللي يا اخي اغبياء اقسم بالله. هذا كله تدمير يا شباب، خطة قاري وجالس يلعب العصابات ما ادري كيف، قاص عليهم ومدمر المدرسة. والمصيبة ان المدير يمكن للحين يحسب ان السبب انا. يا ورع والله، انا اصعب عصابة كان لي قبل شوي هذا، لانهم كانوا مصارعين كلهم. تعال انت مسطرتك، تعال على طول مات. 100 اجر، راسل دمه احمر. باذن الله اني احافظ على هلفك. تعال، مو مشكلته كل ما شاف حد جاء اجلدوه. تكفون اجلدوه هذا، يا كرهي العصابة هذه غريبة يا اخي. عصابة البير ولا هذا لا كذا ماش لحالهم؟ هذلاهم اوكي،
خوينا البرتغالي اللي جبناه من المدينة هو تولى أمرهم، عرفت؟ حلو كذا العصابات كلها قضينا عليهم، يعني 5 عصابات. كويس اني طلبت المساندة من يا ولد. وي كفو يا رسل. كفو نشهد حتى على المشرفين. من ذا اللي يتكلم؟ رب جابك. هذا لازم ما اقتله بسرعة. هذا النوع من الاشخاص لازم تجلس تفصل فيه له. تكفى تكفى. لا لا Gary, moron! Why'd you do it, Gary? Why not? I won! I tricked everyone! Starting with you, the head, the loser kids in town, and the prefects! Me! I won! Whatever! Let's finish this! Let's finish this. بس هذا اللي تقدر عليه. ما عندي أي سلحة. أوكي الحين بيجلس يرميني وأنا في الخطوة طيح. Lame-oid. Why do you guys keep picking on me? لا حول ولا قوة إلا بالله. Careful, أيوة. بالحاش. You'll never catch me, Hopkins. You wanna get seriously You're too hurt? Trusting, Jimmy. From the start, you were puffing. وش يسوي هذا؟ لا 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 تكفى لا. Disappear, sit back. خرب بيته. عرض الطابوق. بسرعة بسرعة بسرعة. Poor little Jimmy. All alone and big scary boulder under fire from Russell. ما أقدر أسوي له شيء يا ربي، ما عندي أسلحة. So sad, so hopeless, just needing a friend, any friend. You were so easy to manipulate, Jimmy. And what? You're a dork. الله يعميك. You had your lust for power, but without intelligence to back up. هذا المشن اللي بيرفع ضغطك يخليك تنشحن أكثر وأكثر عليه. Let Jimmy have his fun. Let him play his childish little game with Ernest, Ted, Johnny, and Edgar. هل ثي مهوب ناقص؟ ودي أواجهه بهلث كامل عشان لا بعد التعب هذا كله ألاحق آخر تاموس. It was like lining up dominoes. It all fell together so perfectly. You were wasting. وش مجهز لنا هذا؟ يا ساتر وش ذا؟ أها. Yeah, but you made my hit list. هتقول إياه. The thing is, if I win, you're just another punk. You win, and you'll be sent away even quicker for beating up the head boy. Why'd you do it, Gary? Because I can. Because making little people like you and the morons who run this place eat out of the palm of my hand feels great. But I never did anything to you. You would have if I'd given you the chance. Face it, I'm smarter than you. Oh, congratulations. You're smarter than me. You hate everyone and everyone hates you. Genius. The head likes me. I tied him up, turned his dumb school into a battleground, Shit. Got kids expelled unfairly, put several others into therapy, and he still likes me. You're such a loser. ما ادري هو تشبيه مجاز ان حبس المدير او ربطه. What are you doing? ايوه هذا اللي انتظره انا. هذه اللحظه اللي انتظرها انا. هذه اللحظة اللي انتظرها انا. تكفى بجرب عليه كل المهارات. اوف لا 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 اخراج سينمائي صراحة. تعبوا عليه. نزله 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 على الارض. نزله على الارض. ايوه 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 مرة. هذا ما ودي اقتله بسرعة. هذا المشكلة ما عندي اسلحة. خلنا نجرب عليه جميع المهارات. هذا واحد. واحد اثنين ثلاثة. وهذه الحركة الثانية. الحركة الأخيرة شكلها تقضي عليه لأنها مجرد مربعات ورا بعض. خله يضربني خله. خله يضربني. خله. خله الذكي.
ما اتوقع. اي والله ربطه ما هو بتشبيه مجازي. تايمي هنا. Sorry, didn't see you there. You know, I think I may have judged you too unfairly, boy. Yes, a little rough around the edges, but you're a diamond, boy. A diamond. Thank you, sir. Diamond. Take out the trash, would you, Hopkins? My pleasure. So it was you who took on this monstrous little wretch, was it? Yep. What a hero. A lone Allah. Don't know what. Well, no. To be honest, sir, I did have a lot of help from some friends. Russell. Like this girl Zoe. She got expelled because she complained about Mr. Burton hitting on her. Burton? Well, he's fired. I hope he rots in hell. And a guy named Peter Kowalski, good friend of mine. Never heard of him. Yeah, well, he keeps quiet. He's kind of shy. Shy? The boy must be a genius. Why, he should be head of the school. Pete? على طول. Great idea. Now, about that letter to my mother. انساها يا حبيبي. What letter? What letter? خلاص انساها. Finally, everything is sorted out, more or less. I mean, I don't want to. هلا بالجمهور. هلا بالبرتغالي. لا 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 لا. مش قدام الناس. مش قدام الناس. عم بستحي. ختمنا. لا يا شباب. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش كذا الختامية. أنا لسه جاي. على بالي كيف كانت ثلاث مشنات يا الربع هذا اللي لهاس مخي اعجز عن الكلام والله. هذه اجمل لعبة لعبتها تقريبا في سوني 2 وسعيد جدا اني غطيتها في القناة كاملة. يعني سلسلة بولي وسلسلة ستراند الديب يخلصون في نفس اليومين شت توهقنا يا ولد. ما عليكم ما عليكم حظبطكم بالسلاسل الجاية ان شاء الله. بس الله بدعمكم ولايكاتكم. اللايك والله جدا مهم. شكرا من تسمين القناة وشكرا موصول لكل من دعمني بكومنت ولا لايك. ونشوفكم على خير ان شاء الله في سلاسل قادمة اجمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.